تفاصيل أكتر عن خطة وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا، وهيشرفنا النهاردة دكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين يا فندم. الوزارة قامت ببعض الإجراءات الاحترازية قبل اتخاذ قرار غلق المساجد، لكن هناك أقاويل بتقول إن هذا القرار يعني جه متأخر بعض الشيء. رأي حضرتك إيه في هذه الأقاويل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هذا القرار لم يتأخر ولكن جاء في حينه، وهذا القرار سبقته عدة قرارات احترازية، وكانت الوزارة تدرس كل مرحلة من تطور هذا الفيروس أن تعاملها بقدر هذا التطور. فلا يمكن أبدا أن تبدأ وتكون المبادئة بالإسراع بغلق دور العبادة قبل أن يكون هناك لإجراءات احترازية هي أشد خطورة من التجمعات التي تحدث في المساجد. فهناك وسائل نقل، هناك أشياء يرتادها أكثر من 5 مليون أو 7 مليون في اليوم الواحد يتجمعون في أماكن معينة، فلا يمكن أبدا أن يسبق غلق دور العبادة، وإلا في البداية الأمر لا يكون مستساغ لدى المصريين، لأننا نحن مسلمون أيضا بوعي أيضا، لكن بالعاطفة، والعاطفة أحيانا تسبق الوعي والإدراك. فبالتالي كانت هناك إجراءات احترازية بدأت من غلق دور المناسبات. دار المناسبات تجمع أعداد في العزاءات، في وهي خاصة بالأوقاف وملحقات المساجد في الأوقاف، فبالتالي كان لزاما علينا أن نبدأ بدور المناسبات للعزاءات، ثم الأفراح وقاعات الأفراح الملحقة بالمساجد كلها لأماكن تجميع، ويجلسون في مكان واحد لمدة طويلة. يعني يمكن الصلاة لا تتجاوز 10 دقائق وربع ساعة، سواء المغرب أو العشاء، وينصرف الناس. فكان لزاما علينا أن نأخذ هذا الإجراء. الأمر الثاني، كان هناك إجراء احترازي أيضا وهو الأضرحة. الأضرحة في جميع جمهورية مصر العربية، مكان يتجمع فيه الناس حول الضريح والمقام الذي به مدفون الشيخ أو مدفون فيه السيدة زينب أو السيدة نفيسة أو مولانا الحسين، كل هذا يتجمع فيه في غرفة ضيقة يعني لا تتجاوز 30 متر 20 متر، يتجمعون فيها أكثر من 100 و200 و300 فرد في مكان واحد، يصعب أنك تحاول تجنب. ولذلك كان غلق الأضرحة كان وجوبي ولزامي في هذا الأمر بالتنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر والدكتور عبد الهادي القصبي، طبعا نسق معالي مع الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة معهم جميعا، واتخذ القرار على الفور. بعد ذلك تطور هذا الأمر وأصبح أن الميكروب قد ينمو في الأماكن الرطبة والأماكن التي عرضة للأكثر ملامسة، كدورات المياه والحنفيات وقاعدة دورات المياه والمراحيض وغيرها، فقمنا بإغلاق دورات المياه كاملة. هذا كان جملة قرارات تتطور حسب تطور الحالة. بعد ذلك وجدنا أن هناك يوم السبت لابد أن يتخذ هذا الإجراء الاحترازي القوي، وهو تعليق الصلاة بالمساجد سواء كانت في الجمعة أو في الجماعات، ويكتفى بالصلاة في البيت، ويفتح المسجد يدخل المؤذن ثم يؤذن بالأذان بالصيغة الشرعية أيضا، وهي صيغة النوازل التي كانت معتادة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم، عندما قال في وقت المطر ووقت الشدة ووقت حدوث ضرر ومظنة حدوث ضرر للمسلمين، قال صلوا في رحالكم، ألا صلوا في بيوتكم، قالها في الأذان سواء كانت في وسط الأذان أو في نهاية الأذان بعد قوله لا إله إلا الله، على أي اختلاف الفقهاء المسألة يعني فيها سعة وفيها بحبوحة في الفقه الإسلامي، لكن المهم أنها تقال هكذا، وليس تغيير ولا تبديل للأذان، ولكن هو أذان النوازل هكذا. وهذه فسحة في الشرع الحكيم. ولذلك عمدت وزارة الأوقاف إلى هذا الأمر، لأنها تؤمن أن من مقاصد الشريعة الإسلامية هو حفظ على النفس، وحفظ النفس مقدم على حفظ كل شيء. يعني من مقصد المقاصد الكليات الست في الشريعة الإسلامية حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ الدين وحفظ الوطن كل هذه الكليات الست أولها ويأتي في البداية النفس. فإن لم يكن هناك نفس تحمل هذا الدين
وتنتهي فعلى ما يكون الدين. فبالتالي اتخذت الوزارة يوم السبت الماضي قبل أمس بقرار بغلق وتعليق الصلوات لمدة أسبوعين، ولحين إشعار آخر. نسأل الله عز وجل ألا يطول الغلق وألا يدوم هذا، ونسأل الله عز وجل أن يقي مصر شرور والعالم كله شرور هذا الوباء وشرور هذا الفيروس، وألا ينتشر ونستطيع السيطرة عليه وينتهي قريبا بإذن الله. دكتور جابر، يعني على أي سند شرعي قامت وزارة الأوقاف في قرارها بغلق المساجد؟ نعم، هناك الأدلة الشرعية كثيرة مبسوطة في كتب الفقه، والفقه الإسلامي جاء للتيسير وليس للتعسير. ولذلك عندما يشرع قصر الصلاة في السفر، هذه صلاة السفر، عندما يشرع صلاة المغرب والعشاء جمعا في المسجد في وقت المغرب لنزول المطر، فصلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا وفعله بنفسه ثم قال به مع صحابته. وعندما نزل المطر واشتد الوحل واشتد البرد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يؤذن في الناس ويقول، عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في بيوتكم. فشرعت الصلاة في البيت وفي الرحال وقت النوازل، وهذا أذان لم يتغير ولم يتبدل، ولكن هو مقرون بالنازلة التي حدثت وهي فيروس كورونا. ولما أثبته أيضا، يعني ليس القرار قرار تعليق الصلاة في المساجد وغلق المساجد ليس قرارا شرعيا فقط، ولكن هو قرار تحكمه عدة ضوابط وعدة روافد. الرافد الأول فيه الصحة، منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة المصرية، قرار سياسي، قرار علمي، قرار أمني. كل هذه التدابير والتداعيات لابد أن تراعى عندما تأخذ القرار الشرعي، ليس قرارا شرعيا، ولكن عندما تأخذ قرار يتعلق بأمر الشرع، لأنه ما أسهل أن تأخذ قرار، لكن ما أصعب أن تحافظ عليه أو أن تنفذه أو أن تقنع الناس أو أن تحمل الناس عليه. وماذا عن السند الشرعي أيضا في صيغة الأذان الآن؟ صيغة الأذان الآن وهي ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا قولوا صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم. نعم. هذه ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يفعلوه. هل هناك تداعيات لقرار غلق المساجد؟ نعم، هناك بعض الناس، معظم الناس التزمت، لكن بعض الناس الذين لم يبلغهم القرار، يعني احنا عملنا مقياس ترمومتري كده لتنفيذ القرار، بعده بساعة كان صلاة العصر، فأذن العصر بالصيغة وبأذان النوازل، وجدنا في نسبة تنفيذ على مستوى 27 محافظة 76%، ودي كانت نسبة عالية جدا، لأنه لم يمر عليه ساعة زمن واتخذ هذا القرار. لكن التزموا، بعض الذين لم يلتزموا إما لجهلهم بهذا القرار وإما لعدم إدراكهم بخطورة هذا الموقف الذي قد يودي بحياة الناس عندما ينتشر وعندما يتسع الخرق على الراقع، فلا يستطيع منا أن يبقي على شعيرة ولا على صلاة ولا على عبادة، ولكن هو يعني هذا الجرس، هذه الجرثومة وهذه الفيروس من الممكن أن يودي بحياة الجميع. فبالتالي أعتقد الجميع سيدرك أن الدولة ماضية قدما، وأن الدولة هناك ثقة بين الجماهير وبين مؤسسات الدولة سواء كانت الدينية أو السياسية، لأنه على الفور الاستجابة كانت أكثر من 95%. بالأمس كانت غرفة العمليات واليوم غرفة العمليات منعقدة على طوال اليوم. دكتور جابر، يعني هناك مخاوف من ترك مساحة لأصحاب الأفكار المتشددة خاصة بعد قرار غلق المساجد، إزاي حضراتكم بتتعاملوا مع هذه الجزئية؟ نعم، نحن نراعي هذا البعد، وقد يحدث عدم وجود موعظة يوم الجمعة وخطبة الجمعة والدروس الدينية في المساجد قد تحدث فراغا نعم لدى المواطنين، لكن نحن نعول على الخطاب الديني عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق اليوتيوب وعن طريق موقع أوقاف أونلاين وما يصدر منه من تعليمات ومن مواعظ ومن كلمات دينية. نحن نعول على أيضا على برامج التلفزيون والراديو عندما يكون معالي الوزير والسادة الوكلاء وجميع الدعاة يظهرون بمواعظهم عن طريق التلفزيون وعن طريق وسائل الإعلام جميعها، أعتقد ستكون تغطية.
وأيضا الدروس عبر الهاتف وعبر والأسئلة عبر الهاتف لا تنقطع عنا، فبالتالي لا يحدث إن شاء الله فراغ، ونتمنى ألا يطول أمد الغلق وننزل إلى المساجد مرة ثانية ونحتك بالجماهير ونقوم بالتوعية المستدامة التي يراد للشعب المصري أن يتوعاها. الوزارة طبعا مسؤولة عن إدارة المساجد فقط، لكن يعني هناك أفكار مختلفة، وبعض الناس يدعون لصلاة الجماعة خارج المسجد خاصة بعد قرار الغلق. حضراتكم بتقولوا إيه وبتتعاملوا إزاي مع المواطنين؟ بعض الناس عندما أغلقت المساجد لأنها يمكن واقعة لأول مرة في التاريخ المعاصر، الإنسان منا لو بيعيش 60-70-80 سنة يمكن لم تحدث في حياته العملية والتاريخية كلها لم يحدث أن أغلقت المساجد بصيغة جماعية وبالإجماع، فبالتالي بعض الناس عز عليه أن يغلق المسجد دونه، فمكس يصلي أمام باب المسجد أو يتجمع بعض الناس ويصلون، لكن بالتوعية وبتعرفة الناس أن الهدف منها ليس الصلاة ولكن الهدف التجمع والاحتكاك والتلامس والمصافحة والمعانقة، ويعني نقل الفيروس يكون بهذه الطريقة. التوعية الطبية عبر وسائل الإعلام والتوعية الطبية أيضا من السادة الأئمة والدعاة، كل هذا سيحصر هذه المسألة، وأعتقد اليوم لم يحدث أي مضاعفات من هذا. يمكن أول مرة أول يوم كان هذا الحدث، الناس رايحة المسجد فوجدت المسجد مغلق اضطرت أن تصلي أمامه، أما اليوم أعتقد أنها زالت هذه الظاهرة. دكتور جابر، يعني هل يستخدم الخط الساخن أو البلاغات اللي بتأتي عن طريق المواطنين أحيانا في شكاوي كيدية أو لأغراض أخرى؟ الحقيقة إحنا لدينا خط ساخن موجود وجميع يتواصل عليه، ولكن أكثر من 95% كانت كلها بلاغات كيدية وكاذبة لا ترقى إلى الصحة، وتعاملنا معها. لدينا أكثر من 400 مفتش في محافظة الشرقية ومثلهم في القاهرة ومثلهم في الجيزة يخرجون من أجل أن يؤمنوا هذا القرار ويؤمنوا عليه ويحافظوا على تنفيذه، وتأتينا أيضا بلاغات تليفونية على الخط الساكن ونتعامل معها. كل غرفة العمليات منعقدة برئاستنا هنا ومديرية ومدير كل مديرية في محافظات 27 غرفة فرعية، ثم تتواصل مع الغرفة الرئيسية بقيادتنا، ونقوم بالتوجيه على الفور إلى أقرب نقطة يكون فيها المفتش ونخبره أن هناك لديك مخالفة، فيذهب إلى هذا المكان فيتحقق. إن وجد مخالفة رفعها إلينا وتعاملنا معها وأعطيناها بقدرها. لو كانت هناك بلاغ كاذب يعتبر بلاغ كاذب والعدم سواء، لكن لا يمكن أبدا أن نهمل أي بلاغ حتى ولو كان كاذبا، لابد أن نتعامل معه، ربما توقع صحته ومظنة صحته، فنتعامل مع جميع البلاغات التي ترد إلينا في وزارة الأوقاف بكل جدية، وإلا لما وصلنا إلى النسبة العالية في تنفيذ القرار ما تقرب من 100% الآن، أعتقد ما وصلنا إليها إلا بفضل الضبط والحوكمة التي تعمل بها وزارة الأوقاف. دكتور، يعني هل يعني ما زال هناك زوايا لا تخضع لإشراف وزارة الأوقاف؟ لا بالطبع، لا يمكن أبدا أن يكون هناك زوايا أو مساجد أو كلمة مساجد أهلية وهذه حكومية، لا يمكن أبدا أن تخضع لغير الأوقاف، لأن الأوقاف هي التي المهيمنة وهي الوالي الشرعي وهي التي تنوب عن الوالي في إدارة المساجد، كما أن الصحة تنوب عن الوالي في الصحة، وكما أن الجند ينوب عنه وزارة الدفاع، وكما أن المالية تنوب عن الوالي في وزير المالية، كذلك وزير الأوقاف ينوب عن الوالي في ضبط منظومة المساجد، فهو الوالي الشرعي لهذه المساجد، وبالتالي لا يمكن أبدا أن تخرج عن دائرة وزارة الأوقاف، سواء كانت عن طريق الدعوة أو يعني بالضم الدعوي أو بالضم الكلي، ضم البناء وما عليه وما تحته، أو ضم الدعوي عن طريق ما يلقى فيه من معلومات المسجد، يكون تحت سيطرة الأوقاف كاملة. في حالة وجود جنازة أو عقد قران، يعني إزاي بيتم التصرف خاصة أن كل دور المناسبات أغلقت؟ هل سيتم التنظيم أم الموضوع انتهى تماما وأصبح الغلق من الضروريات؟ نعم، قرار الغلق ساري حتى على الجنائز وحتى على عقود القران. الجنائز تصلى في من حسن الطالع أن الله عز وجل عندما شرع لنا
صلاة الجنازة ووضحها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، ولكن تؤدى واقفا، فهي من الممكن أن تؤدى في أي مكان، سواء كانت في الخلاء أو في الساحات الخارجية للمساجد أو أمام المقابر على مشارفها. وهكذا كانوا يفعل الأولون، فيصلون في الخلاء وفي الأفنية وفي بعيدا عن المساجد. مؤخرا عرفت الصلاة في المسجد، لكن ينبغي أن نفعل هذا القرار، ولا يمكن أبدا أن يخترق بحجة أن هناك جنازة ينبغي أن يصلى عليها. الصلاة جائزة في أي مكان، وكما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو ترابها طهورا، فأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنها مسجد. هل هناك من تصريحات خاصة بوزارة الأوقاف هتعلنوا عنها عن قريب، خاصة سواء برمضان أو الزكاة أو العمرة أو خاصة بموضوع فيروس كورونا؟ الحقيقة وزارة الأوقاف لا تعيش بمعزل عن آمال وآلام المجتمع، ولكن تعمل على، كما أنها تعمل على محور العبادة وتعبيد الناس في الله، تعمل على مناخ البر العام الذي هو من شروط الواقفين. معالي الوزير صدق على 50 مليون للبر، من البر العام إلى متضررين من كوارث وكارثة أو نازلة فيروس كورونا، سواء كانت الأسر سواء كانت الناس، يعني عن طريق عدم ظهور وتفشي هذا الميكروب. بالتنسيق مع مجلس الوزراء سيكون هناك 50 مليون مدفوعة من وزارة الأوقاف من باب البر والخيرات لتحديات فيروس كورونا. كذلك أيضا 6 مليون للأسر المعيلة قبل رمضان ستوزع عليهم، حنخص بهم برضو فيروس كورونا. فلذلك نحن نسمن ما اتخذته وزارة الأوقاف من قرارات، وينبغي أن نفقه هذه من فقه الأولويات التي عملت بها وزارة الأوقاف في الفترة الأخيرة.